قمة ملتهبة في الجولة العاشرة بين القادسية والسالمية من دوري فيفا لكرة القدم. انطلق اللقاء بقوة بين الطرفين، والبداية سلماوية مع تسديدة للأردني عدي الصيفي ليرد عليه ديابي بفرصة أخرى. تألق سطام الحسيني بالذود عن مرمى فهد الرشيدي يهدد مرمى أخاه خالد بتسديدة صاروخية، تألق الأخير بالتصدي لها. ومع فترة هدوء بين الطرفين أتى القحطاني خالد برأسية علت مرمى سطام لينتهي الشوط الأول سلبيا. الشوط الثاني ينطلق بقوة للسماوي، ركنية جميلة تنفذ تصل إلى رأس الكوبرا فهد الرشيدي ليضعها في مرمى خالد بعد أن تعدت الكرة خط المرمى. القادسية يحاول العودة إلى اللقاء بفرص لا تشكل أي خطورة على مرمى السالمية. بدر يتوغل داخل منطقة الجزاء باحثا عن ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم جاسم جعفر وسط احتجاج كبير من لاعب القادسية. الاحتجاجات التحكيمية تستمر، والحكم يطرد ضاري سعيد بعد احتجاجه على عدم احتساب ركلة ركنية. البديل نايف زويد يستغل خطأ غتساوي لينفرد بمرمى خالد الرشيدي محرزا الهدف الثاني للسالمية. الحكم جاسم جعفر يوقف المباراة بعد تعرض حكم الراية علي شراق للقذف بالقناني البلاستيكية من الجمهور القدساوي الممتعض من قرارات التحكيم. بدر مرة أخرى يراوغ داخل منطقة الجزاء ويتعرض لعرقلة ليأمر جاسم جعفر باستمرار اللعب في راس الخطير يتلاعب بعبد الرحمن العنزي، لكن خالد الرشيدي يرفض الهدف الثالث بمرماه. الحكم جاسم جعفر يعلن نهاية المباراة بفوز سلماوي صريح على القادسية بهدفين مقابل لا شيء. حكم ظلم، يظلم 11 لاعب مجهود لاعبي. أنا قاعد ألعب ضد 11 لاعب وقاعد ألعب ضد 6 حكام وراي 14 فريق، يا أخي ظلم. وكذي الظلم أشكره. أنا أراويك البلنتي رسمي لنا. أنا ما قلت إحنا ما لعبنا وإحنا عدينا أي كان. هذه المباراة للفوز وخسارة، بس إني أنا خسر بهالطريقة، أنا أقسم بالله إني صار لي أكثر من 25 سنة أشجع القادسية، عمري ما شفت كذي الظلم اللي أنا حاشنا. ظلم رسمي أشكرك. أبو حكم اللي جاي من رئيس اللجنة يقعد مع الحكام وخالد الرشيدي، خالد الشبري أسف رئيس لجنة الحكام، المفروض يقعد مع الحكام هذه غيرها. هذه أبو حكام، هذه أي واحد قاعد يصفر وبس، ضيع القادسية اليوم. لأن بلدي مستعقل، كل شافه بلنتين. المهم أنا أعطيك هذا، لو تغير المباراة يا لجنة أصحوا شوي يا جماعة، هذا مجهود لاعبين مو فيلم عندكم تحكيم هابط. القادسية والسالمية دائما ديربي وفي احتكاكات وفي لعب فني، اللعب دائما مفتوح، وشفت حصلت فرص وحصلت لنا فرص، توفقنا بفرصتين الحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله ان مناوين نكمل على المشوار هذا، ما نفكر بالفريق المتصدر، نفكر بفريقنا، ناخذ كل مباراة 3 نقاط، وان شاء الله بالنهاية راح نحصل نفسنا مركز جيد ان شاء الله يخلينا ننافس على الدوري. الفوز اليوم عبارة عن 3 نقاط، صح احنا اخذنا فوز من نادي كبير جدا كنادي القادسية، فوز يعني يعتبر مضاعف خصوصا انه ثالث في الترتيب. الحين ارتحنا شوي في المركز الثاني، ان شاء الله احنا حاليا نفكر ان نلحق نادي الكويت ان شاء الله. المباراه اللي فاتت خسرنا باخطاء تحكيميه غير متعمده قطعا، يعني احنا ما شك بحكامنا ونزاهه حكامنا في الدوري الكويتي، نقول لهم الله يعطيهم العافيه، ممكن يكون اجتهد واخطا او اجتهد واصاب، هذا شيء يقدروا المحللين التحكيم. احتجاجات قدساوية كبيره على التحكيم لم تغير شيئا من الفوز السلماوي الكبير على الأصفر. هناك تعرض خالد الرشيدي لأول هدف بمسيرته مع القادسية من أخاه فهد في مباراة مشحونة ومثيرة انتهت بفوز السالمية بهدفين مقابل لا شيء. فواز صلال لبرنامج الديربي.